الولاية الحوثية من الشارع إلى الجامعة، مخاطر تطييف المجتمع، كيف قفزت دعوات ولاية الفقيه من الشارع إلى صروح جامعات اليمن، ومن الأميين إلى الأكاديميين، كيف عادت الإمامة إلى اليمنيين؟ أهلا بكم. مبايعات على الولاية في مناطق سيطرة الميليشيا، وتدجين المراكز الثقافية والعلمية والتعليمية بخرافات الولاية الإمامية. منذ متى ورث اليمني هذا الانحطاط؟ وكيف تنازل اليمنيون عن حريتهم أمام هذا التجريف الإمامي؟ وأين ذهب أيلول الحرية؟ تلقين أكاديميين ومسؤولي المحافظات بيعة الولاية لزعيم الميليشيا في سبتمبر اليمنيين وجمهوريتهم، حول رجال الحوثي الجامعات والمدارس إلى مواقع لممارسة الأنشطة والفعاليات الطائفية في إهانة للصروح العلمية والنخب الأكاديمية، بما فيها من مخاطر عبث بالجامعة وحرف لمسارها التعليمي. وفيما يكشف زعيم الميليشيا وأتباعه عن وجه الولاية بهذا التوظيف السياسي الفج، يعيش السكان الواقعون تحت قبضة الميليشيا وضعا طارئا في ظل غياب دولة تسندهم أو قانون يحميهم. للإمام علي كرم الله وجهه، ثم للسيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى. هنا في محافظة ذمار وفي العام 18 بعد الألفية الثانية، رجل على رأس قومه يؤدون اليمين توليا لرجل آخر يقول إنه موكل من الله أن يحكم اليمنيين وربما غير اليمنيين أيضا. يقول المقدشي محافظ الميليشيا في ذمار مخاطبا جمعا من الناس إن عليهم إعلان الولاية للإمام علي وعبد الملك الحوثي، ناكثين بالقسم الجمهوري ورامين بالمبادئ الدستورية عرض الحائط. علي قرين القرآن. ردة عن الجمهورية والدولة والعصر يمارسها الحوثيون كل يوم ويحتفلون بها كل عام فيما يسمونه يوم الولاية، أي توكيل الرسول محمد بالحكم لعلي بن أبي طالب كما يقول الحوثيون. يحيون هذه المناسبة ليقولوا للناس نحن أيضا وكلاء للحكم، فنحن أبناء علي بن أبي طالب. قفز على التاريخ والمنطق والدين، وترويج للخرافة والأفكار الطائفية الرجعية يفرضونها بالقوة على اليمنيين، حتى وصل الأمر إلى أهم صرح في البلد وهو الجامعات. ونتولى العلم القائد سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. هؤلاء رئيس جامعة إب وجمع من الأكاديميين والأساتذة يصرخون بشعارات طائفية في صرح علمي يفترض أنه مهد للعلم والتنوير والأفكار المنتمية للعصر وبوابة للمستقبل. لم تكن هذه أول لوثة في صرح جامعي، جامعة صنعاء تم تدنيسها من قبل بهكذا صرخات وشعارات وتطيف أهم صروح البلد لتصبح منابر للافتراء وتزوير التاريخ والارتداد عن الجمهورية ومكتسبات البلد خلال العقود الماضية. يحاول الحوثيون استعباد الناس وسلب حريتهم وكرامتهم بالاستعانة بقوة السلاح وخرافات من الدين والتاريخ تلقي بظلالها الخطيرة على جيل الأطفال والشباب ممن يمكن أن يشكل كتلة طائفية في المجتمع، مع ما لذلك من مخاطر على مستقبل البلد. وأمام هذا المشروع التدميري الخطير لم تتخذ الحكومة ولا أذرعها الفكرية والإعلامية أي خطوة في مواجهة ذلك، فيبقى عامة الناس أسرى قبضة ميليشيا الحوثي فكريا وضحاياها في الجبهات أو طوابير الحرمان. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب يحيى الثلاية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ يحيى. نعم أستاذ يحيى، أنت على الهواء. مرحبا، أهلا بك. بداية أستاذ يحيى، الحديث عن الولاية، هل تجد أنه حديث طارئ يعني بالنسبة لليمنيين، أم أنه أمر غير جديد بالنسبة للإمامة؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهديك وعلى شعبنا اليمني العزيز. أختي العزيزة، بالنسبة للشعب اليمني فستظل هذه القضية الولاية والإمامة قضية طارئة غريبة عن الشعب اليمني ولا تمثله ولا تنتمي إليه. وبالنسبة للإمامة فهي تقوم أساسا على فكرة الولاية، هذه الفكرة الكهنوتية
والخرافة البائدة التي يعني تتناقض مع العقل والمنطق ومع يعني مع الكرامة ومع الكرامة ومبادئ المساواة وكل القيم التي يناضل من أجلها الشرفاء والأحرار في العالم، وتمثل استهانة واستفزازا لمشاعر أبناء شعبنا اليمني الذين يريد الحوثيون ومن قبلهم الإمامين من ذجاء الدجال الرسي أن يفرضوها على شعبنا. هم بالتأكيد بالنسبة لجماعة الحوثي وغيرها من طوابير الإمامة يخفونها أحيانا ويبدونها أحيانا. اليوم الحوثي في أشد مراحل، يعني يظن أنه في أشد مراحل قوته، ويدرك أنه ليس بعد هذا إلا الانهيار بفعل مقاومة شعبنا ورفضنا ورفضه المستميت لهذه الخرافة. وبالتالي فإنه من موقع قوة الغبي لم يجد مانعا في أن يظهرها، رغم أن اليمنيون أصبحوا اليوم يعني أو الشرعية ممثلة بالجيش الوطني أصبحت على أبواب صعدة التي يدعو منها ويختبئ في كهوفها، وعلى أبواب صنعاء وعلى أبواب إب، ليست جديدة في فكرهم، وهي في الأساس محور والعمود ومرتكز تفكير الحوثيون وجوهرهم مهما تدثروا بغيرها من الـ من من الـ من الـ 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 الستائر وأقنعة الزيف، لكنها تمثل العقيدة والجوهر والمبدأ الأساسي في فكرتهم، وهي أساس النظرية السياسية التي يقومون عليها، أن يستعبدوا اليمنيين أو يستعبدوا المسلمين بشكل عام ويحولوا الأصنام، بدلا من أن كانت الأصنام التي تعبدها قريش هي وتدلس بها على العرب حول مكة هي هبل واللات والعزى، اليوم صنعوا لنا من الإمام علي ومن أولاده ومن فاطمة أصناما جديدة يعبدونها ويريدون أن نعبدها، مع أن اليمنيون أساسا أصحاب ديانة سماوية لا يرتضون بالأصنام سواء كان اسمها علي بن أبي طالب أو هبل. نعم، إذن أستاذ يحيى تابعت أكيد الكثير من الفيديوهات التي تم بثها، وهناك قسم بالولاية للحاكم، هل بهذا الشكل تنعقد الولاية للحاكم؟ أين أدوات الديمقراطية في الحكم؟ أين الانتخابات؟ يعني هناك إرادة لأن يحكموا اليمنيين بهذه الصورة؟ بعيدا عن حديث الدستور وحديث الانتخابات وحديث الدولة وكل الأحاديث العصرية التي ناضل من أجلها العالم وناضل من أجلها شعبنا وناضلت من أجلها الطلائع المثقفة والطلائع الأحرار في بلادنا منذ الثلاثينات والأربعينات، وحققت لأجلها أسمى إنجازات شعبنا اليمني الكريم في 26 من سبتمبر 1962 متمثلة بقيام النظام الجمهوري، نجد أن هذه لديهم إذا ابتعدنا عن هذه المطالبات التي لا ترجع إلى مستوى تفكيرهم، أو ندرك أنهم يتعارضون معها جذريا منذ وجودهم، لكنهم هم أنفسهم كانوا إلى قبل سنوات يسترون أنفسهم وينكرون هذه المطالب، كانوا يصوغون أنفسهم كجماعة مظلومة وخدعوا الناس بأنهم يريدون الجرعة، ودخلوا إلى صنعاء يقولون بأنهم ما زالوا نظاما جمهوريا، وتحالفوا مع المؤتمر الشعبي العام والرئيس الراحل صالح بدعوى أنهم يريدون دولة وأنشأوا لذلك المجلس السياسي، لكنهم في كل الأحوال إنما كانوا يريدون الوصول إلى اليوم الذي وصلوا إليه، إلى لحظة إجبار الناس والدجل والفاضح والسخافة المقززة أن يعود الناس إلى تقبيل أقدامهم، أو أن يجبروا الناس في جامعة وفي صرح جامعة شامخة وفي محافظة كريمة وثائرة هي محافظة إب، أرادوا أن يستفزوا اليمنيين ويهينوهم بهذه اللحظات الفاضحة التي تعبر عن أقصى مراحل الاستفزاز. ولا أعتقد أن شعبنا بعد هذه اللحظات بعد هذه المقاطع التي تسربت والمستفزة والسفيهة إلا أن يكون أحد خيارين، إما أن ينتفض لكرامة باعتبار هذه الممارسات تمثل كرامته، أو أن هناك من رخيصين النفوس والعقول والضمائر من سيجاري هذا الوهن هذا السخف ويستكين له. نعم، لكن الآن لو تحدثنا أستاذ يحيى أنهم يسيطرون على يعني مناطق لا بأس بها من اليمن، وفي ظل غياب الدولة التي تسند المجتمع يسيطروا أيضا على مراكز التعليم، المدارس، الجامعات، المساجد أيضا، برأيك ما هي مخاطر تجريف وعي الناس وتطييفهم بهذا الشكل؟
بالتأكيد هم ما زالوا يسيطرون على محافظات كبيرة وهي محافظات ذات الثقل السكاني في البلاد. القوات الشرعية تسيطر على أكثر من ثلثي البلاد جغرافيا، لكنهم في المساحة ما زالوا يسيطرون على المناطق الثقل السكانية التي يريدون تجريف هويتها والتلاعب بعقول أجيالها، من ابتداء من الحوبان تعز وصولا إلى صعدة وحجة في الشمال. هذه هي الكتلة، هذه الجغرافيا هي توجد فيها الكتلة الأكبر من السكان، ويسيطروا فوق ذلك على عاصمة الدولة والتي يوجد فيها مقرات مؤسساتها المركزية على عاصمة صنعاء وعلى عواصم كثير من المدن، ويتلاعبون بالتعليم بالإعلام، يريدون تلويث عقيدة شعبنا الجمهورية وفكره ومؤسساته التعليمية عبر الإعلام وعبر مؤسسات التعليم وعبر مؤسسة الدين وعبر طوابيرهم ومرتزقتهم في المؤسسات والميادين المختلفة. وبالتأكيد هذه الكارثة التي يريدون اجتياد شعبنا إليها خطيرة ومضرة وتلوث الأجيال، يريدون أن يحولوا شعبنا إلى قطيع من الأغنام وإلى قطيع من العبيد. في الحقيقة الأغنام أكرم من العبيد، إذ أنها لا تمارس هذا السلوك المنحرف والسافل إذا جاز التعبير. ولا بد اليوم على الشرعية والجيش الوطني وعلى كل أحرار العالم أن ينتفضوا أمام هذا المشهد. نعم، سنتحدث عن الدور الذي لم يعد له وجود في العالم. اسمح لي أستاذ يحيى، سننتقل يعني بمحور آخر عن الدور الذي يجب على الحكومة الشرعية القيام به، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الباحث زايد جابر من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ زايد. مساء الخير، أهلا وسهلا. نعم، كشف زعيم الميليشيا وأتباعه أيضا عن وجه الولاية، وكان التوظيف السياسي واضح في احتفالياتهم وأنشطتهم، كيف تابعت ذلك؟ الحقيقة هذا ليس جديدا، هو محور هذا المشروع منذ أن بدأ حسين الحوثي، بل وما قبله يتمحور حول نظرية الولاية والاصطفاء الإلهي والإمامة وهذه المسميات المختلفة، يعني للمشروع القديم الجديد، يعني مشروع الإمام الذي يأخذ كل حقبة تاريخية صورة جديدة من الصور. لكن مع السنوات الأخيرة بعد أن سيطرت هذه الميليشيات على مقدرات الدولة وعلى إمكاناتها، ظهر الصوت بشكل جلي وخرج بعضهم من حالة التقية التي كانوا يمارسونها حتى يخدعون أكبر قدر ممكن وقطاعات واسعة من الناس، وبدأوا يسابقون الزمن لترسيخ هذه العقيدة وفرضها بالأمر الواقع وبالقوة العسكرية، وهو ما شهدناه من يعني بوقاحة منقطعة النظير بنقل مثل هذه الأفكار إلى المؤسسات التعليمية والأكاديمية سواء في صنعاء أو في المحافظات الأخرى. يعني هم يظنون أنهم بذلك سيقرعون الناس بهذا الفكر العنصري والسلالي المتخلف، ويعني ربما صحيح سيكون هناك تداعيات لصغار السن وللصغار الذين يتم توظيفهم بشكل يعني مقزز، يعني وعزلهم عن السياق الاجتماعي وتلقينهم ودفعهم إلى الجبهات وإلى القتال تحت هذه الرايات السلالية والعنصرية. لكن بالنسبة يعني لمن يعني قد تلقوا قدرا من التعليم وعرفوا يعني مرادي هذه الحركة وهذه الأفكار فلن ينخدعوا فيها بسهولة. لكن وجدنا أكاديميين أستاذ زايد يعني يقسمون أيضا ويرددون الهتافات، يعني لم يصل الأمر فقط إلى عامة الناس الذي كنا نقول أن هناك ربما سيحدث تزييف في وعيهم، الأمر وصل إلى أساتذة جامعيين وإلى ربما من كنا نظن أنهم من مثقفي المجتمع. يعني الحقيقة هناك ممن كان الناس ينظرون على أنهم مثقفين، ولنكون واضحين وصريحين، من يعني ممن جذبتهم هذه الحركة من أبناء السلالة الذين ينظرون أنها ربما تكون في مصلحتهم، والذي ظل يتوارث هذه الأفكار يعني من الأسرة ومنذ الصغر ولم تؤثر عليها دراساته الأكاديمية وتعليمه بالخارج، فانجرف معها بعقيدة ويعني وقناعة وسعيا نحو المصلحة وأوهام الاستعلاء وما إلى ذلك. لكن
يعني الآخرين لا أظن أنها بسهولة، يعني ربما من حضر مثل هذه الفعاليات، نحن لا نقول أن الجميع يعني أنهم بهذه السهولة ممكن أن ينخدعوا بهذا الفكر السلالي في هذا العصر يعني بتلك السهولة، لكن نحن أمام جماعة دموية يعني لا تضع اعتبارا لأي شخصية علمية أو أكاديمية، للناس ظروفهم بالداخل، وإن كانت في بكل النواحي هي تعطي دروسا يعني للناس وتظهر الصورة الحقيقية لهذه الميليشيا عندما يأتي أطفال يعني لم يتخرجوا حتى من المدرسة ومن الثانوية ليلقنوا أساتذة جامعات ما يسمى بالبيعة وقسم الولاية لزعيم الجماعة. يعني جميل أن تظهر هذه الصورة الحقيقية يعني أمام المجتمع وأمام الناس جميعا، وأنا أعتقد أنها جزء من تهشيم الصورة أو من إظهار الحقيقة التي حاول البعض إخفائها لهذه الجماعة. نعم، إذن الذين خرجوا كان واضح أيضا على خطابهم الطابع الطائفي بشكل مخيف أستاذ زايد، تحدثوا عن الولاية، تحدثوا أيضا عن ضرورة الذهاب إلى الجبهات، أي إلى أي يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذه أو تؤدي هذه الاستدعاءات برأيك؟ الحقيقة عبد الملك الحوثي ليس في رأسه شيء إلا ملازم أخيه حسين، خطابه يعني هو تلخيص لملازم حسين حول الولاية، وهو يعني ما ظلوا خلال السنوات السابقة، وهو مناهجهم يعني الذي في المراكز والمعاهد الخاصة بهم والذي بدأوا يعمموا على المدارس، هو هذا الخطاب البائس أنه ضرورة أن يكون للناس علم كما يسمونه، وهو يعني المصطلح والمسمى الذي اختاره حسين الحوثي هروبا من كلمة إمام ذات يعني الخلفية لدى شعبنا الخلفية السلبية، فاختار مصطلح العلم الذي يجب أن يلتفوا الناس حوله. وطبعا بعد ذلك المشروع أن يذهب الناس يعني للقتال، أنا أقول خصوصا في المناطق يعني الآن مع ازدياد الفقر ومناطق الجهل وتهرب الناس يعني خروج الأطفال من المدارس، هناك خطورة حقيقية لمثل هذا الخطاب. نحن فعلا ننظر إلى أنه خطاب لا ينتمي إلى العصر، خطاب مضلل، خطاب لا ينطلي على أحد، لكن بالداخل الوضع مختلف، نحن أمام حالات مجاعة، أمام فقر، أمام جهل، أمام شباب ضائع، أمام أطفال صغار حول يعني محرقة إن لم يتم التسريع بالحسم وإنقاذ هؤلاء من هذه المحرقة التي تقودهم إليها هذه الحركة النازية والعنصرية. إذن أستاذ زايد، هذه ربما ألغام فكرية وثقافية أيضا يتم زراعتها في المجتمع، يعني قد نتجاوز عن من قلت عنهم بأنهم انضووا تحت السلالة من أكاديميين أو حملات الشهادات، ولكن هناك من يقول بأنها أيضا ألغام مستقبلية قد تؤثر في الجيل القادم، ما مدى خطورة ذلك على مستقبل اليمنيين وهم يتشربون هذه الأفكار؟ هذا صحيح، وهذه يعني إن لم ندرك خطورة ما يجري اليوم فسنكسوي بناره غدا، يعني لو لم الآن يستخدمون إمكانات الدولة لتخريج دفع جديدة يعني إلى سن 18 وما هو دون ذلك، هؤلاء أطفال يتم أخذهم إلى دورات لمدة 40 يوم وأكثر وأحيانا بضعة أشهر، هؤلاء يتم شحنهم بمثل هذه الأفكار، وهي أفكار تستند إلى الدين وإلى موروث ديني وتاريخي وما إلى ذلك، في ظل تجهيل، هؤلاء لم يكملوا تعليمهم، لم يدخلوا جامعة، يعني في ظل الفقر والبطالة يستقطبون أعداد قد يصلوا إلى الآلاف، بدأوا يعني في مناطق لم يكن لهم بها تواجد وليس معهم حاضنة اجتماعية، فكلما تأخر الحسم وكلما زادت أوضاع الناس سوءا كلما وجدوا بيئة خصبة لنشر مثل هذه الأفكار، وكلما عانينا منها مستقبلا يعني وكلما كان التخلص منهم بعد ذلك بشكل يعني أصعب مما هو الآن، يعني جماعة سلالية عنصرية أيديولوجية تمتلك سلاح ويعني تحشد الناس إلى هذه المحرقة، هذه يعني صورة لمستقبل ملغوم، يعني إن لم يتم إنقاذ الجيل بنزع السلاح أولا
ثم يعني العمل على معالجات فكرية وثقافية بعيدة المدى لتجفيف منابع هذا الفكر السلالي والعنصرية المدمر. نعم، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية زايد جابر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك سيد يحيى، برأيك يعني ونحن نتحدث عن وضوح الخطاب بهذا الشكل الذي خرج به زعيم الميليشيا وأتباعه أيضا، هل تعتقد أنهم وصلوا بالثقة والإطمئنان إلى نجاح مشروعهم وابتعدوا عن المراوغة السياسية فظهروا بهذا الوضوح؟ الجماعة يعني يدركون أنهم يقفون وتحت أرجلهم بارودا أو برميل بارود متمثل بسلاح الدولة والذين هبوه طيلة الحروب وبمقامرتهم بمصالح شعبنا وباتخاذه دروعا بشرية، كل ذلك يجعلهم ينتشون هذه النشوة، إضافة إلى الوهم السائد أنهم ممن يجاملوهم في مناطق سيطرتهم وممن يخافونهم لأنهم أرهب الناس لا يعيشوا في كل المناطق. اليوم تحولت ما يعني مناطقنا ومحافظاتنا الحبيبة التي لا زالوا يسيطرون عليها إلى سجن وإلى زنزانة كبرى، لا أحد يجرؤ أن يرفع صوته منتقدا أو معترضا أو يعبر عن رأيه. أغلقوا كل المؤسسات التي مستقلة والتي تعارضهم والتي تختلف معهم، كمموا كل الأفواه، بنوا السجون، وبالتالي يظنون أنهم يعني اطمأنوا إلى أن بإمكان هذه السخافات أن تمر. بالتأكيد هذا الخطاب الكارثي سيثير في الناس الحساسيات التي كانوا قد صدقوا، بالنسبة لمن صدقوا أن الحوثيين قد تجاوزوها، لكن سيكون نتائجها مدمرة. الناس لن يعودوا قطيعا ولن يعودوا عبيدا لأحد. هذه الفكرة لبدها كل العالم، أستاذ يحيى، لبدها يعني اليمنيون قبل غيرهم في، نعم اسمح لي، يعني مسألة استخدام الدين ونعلم مدى عطفية اليمنيين تجاه الدين ومدى التزامهم به. يعني أنا سمعت لي مجموعة من التقارير المتلفزة التي تم بثها وهو يتحدث أنه ببيعة المسلمين لعلي أتم الإسلام. يعني أنا حين أتوجه بهذا الخطاب للإنسان البسيط، اكتمل الإسلام بمبايعة علي وبالتالي سيكتمل أكثر إذا تمت مبايعة أبنائه بهذا الشكل. يعني ألا تجد أن هناك تأثير واضح واستخدام لمفردات يعني دينية تؤثر بشكل واضح لليمنيين؟ أولا بالنسبة للحديث أن بيعة أن اكتمال الإسلام كان ببيعة علي رضي الله عنه وغفر له هو الصحابة أجمعين، الإسلام اكتمل في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته بدليل القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بايعهم الصحابة وبايعهم مجتمعهم كزعماء ليسوا من الدين، وإنما اختاروهم لإدارة مجتمعاتهم وشؤونهم بالطريقة التي يرضونها. فوق ذلك علي بن أبي طالب لم يتم له البيعة من كل المسلمين حتى في وجوده، هناك من الصحابة الأفاضل من رفض بيعته، أم المؤمنين عائشة التي بنص القرآن الكريم يقول الله عنها وأزواجه أمهاتهم، هذا ما نعلمه وكثير نحن، ولكن من الصحابة حين يتغير الحديث ويتوجه لمن لا يعلم واستخدام مفردات دينية. يعني تعلم أنت مدى حساسية المجتمع اليمني تجاه الدين والخطب في المساجد تغيرت والخطاب الديني أصبح مختلفا الآن، كل هذا يؤثر بطبيعة الحال على وعي المجتمع بما يستدعي بالتأكيد تأثيره مستقبلا. بالتأكيد هناك نسبة وشريحة يقرر عليها، لكن في الأغلب شعبنا اليمني لا يدين بدين، يعني يدرك أن الحوثي مفتئت على الدين وعلى الوطن وهو أولا غريب عن تقاليدنا، وظلت الإمامة طوال الفترة التي افتأتت فيها على شعبنا اليمني وعلى سلطته وعلى مراكز قوته ظلت غريبة ولم تنتمي لليمنيين، وبالتالي هو من حق اليمنيين أن يعاملوها كأجنبي وغريب ودخيل. لكن هناك فعلا شريحة تغرر عليها بهذا المفهوم، وبالتالي فالخطاب في مثل هذه الحالة يجب أن يوجه إلى علماء الدين الذين يقولون أنهم يختلفون مع الحوثي، إلى هيئات العلماء، إلى بقية العلماء الآخرين، ما موقفهم من الولاية؟ للأسف الشديد علماء الدين
بشكل يعني الى حد كبير، رغم اختلافهم مع الحوثي لم يقولوا موقفهم من 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 مفهوم الولايه التي يكررها الحوثي في كل سنه مع حلول ذكرى يعني مع حلول مناسبه ما يسمونها بالغدير. علماء الدين مقصرون جدا وبلا استثناء، يجب عليهم ان يصدروا موقفا واضحا وبيانا علميا ان كانوا يظنون انهم يعيشون هم والشعب اليمني ويحسون بما يعانيه ويمر به. عليهم ان وقبل كل ذلك اذا كانوا ملتزمين بالدستور والقانون ويؤمنون بالنظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيين لهم وناضلوا من اجله ويسكبون اليوم من اجله دمائهم، فعليهم ان يصدروا فتوى واضحه، وعلى كل منهم ان يوعي ويعمل في نطاق تاثيره ونفوذه العلمي او الديني تجاه هذه الكارثة، وإلا فهم متواطئون جميعا. نعم، إذن أستاذ يحيى، يعني هل التحالف العربي يدرك مدى خطر هذا الحديث الطائفي وهذه الثقافة الطائفية، أم أن مشكلته أنهم مجرد قوات عسكرية على الحدود يجب تأمينها من عدم إرسال صواريخ؟ في رأيي أن تجريف الهوية الوطنية للشعب اليمني ليس من مهمة التحالف أن يحميها. التحالف جاء تعامل مع دعوة شرعية وجهها إليه رئيس الجمهورية الشرعي للتدخل بعد أن حصل انقلاب في بلادنا، ولا أعتقد أننا يجب أن نستمر في المزايدات، ونطالب من التحالف أن يسعى لحماية هوية، أن يسعى إلى الحديث عن منابرنا وعن جوامعنا. ليست حماية، نحن لا نطالبهم بحماية الهوية، ولكن كلما طال أمد هذه الحرب معناته أن هؤلاء سيظلون جاثمين على يعني نفوس اليمنيين وبث سمومهم الفكرية. يعني هذه هي الفكرة، يعني أنا طلبنا من التحالف إعادة الشرعية حتى يتم القضاء على هذا الفكر. بالتأكيد بقائهم واستمرارهم وكلما طالت الحرب وكلما طالت مدة بقائهم هي كارثة تستهدف المنطقة اليمن وتتجاوز أيضا الحدود. هذه المذهبية والطائفية وفكرة الإمامة وخرافتها هي فكرة عابرة للحدود، ولها تشعبات وارتباط بإيران، ولها خلايا نائمة في السعودية وفي الكويت وفي قطر وفي البحرين وفي الإمارات وفي كل المناطق. بعيدا عن المزايدات او استخدام الموضوع ضد يعني من طرف ضد طرف من اشقائنا العرب، الا ان هذه الكارثه ستستهدف الكل اذا ما لم يتم التنبؤ اليها. واعتقد انه حينما نسمعها وحينما نرى طفح مثل هذه التصرفات السخيفه ويعني التي تظهر وتسرب مثل هذه اللقطات السيئه والساقطه، يجب علينا ان نراجع انفسنا وندرك ان التحالف كان ضرورة، نعمل على نصحه وإرشاده، وفي نفس الوقت يجب علينا أن ندرك أن المعركة معركة يجب أن تمضي إلى النهاية حتى استعادة البلاد، وأن نستمر في وتيرتها وعلى أجهزة الدولة العسكرية والمدنية والسياسية أن تعمل بوتيرة أعلى، ومعها الإخوة في التحالف وفي الوطن العربي بشكل عام. ليست مهمة التحالف وحده، بل مهمتنا أولا هي مهمتنا أولا وأخيرا كيمنيين، إذ أن هذه هويتنا وكرامتنا، وهذا استهداف لأهم نضالاتنا التي ضحينا من أجلها كثيرا، كما أنها أيضا ستستهدف مجتمعنا الإقليمي مثلا بالجزيرة العربية بكل دولها، وستستهدف أيضا حتى تتناقض وتتعارض وتتصادم مع مفردات الحرية والكرامة الإنسانية التي اتفق عليها أحرار العالم جميعا وفي ذلك الهيئة الدولية الممثلة بالأمم المتحدة. يجب عليهم أن يدركوا ويقدروا من أجل ماذا يناضل شعبنا، من أجل أن تتوقف هذه الفكرة البليدة التي تسطرها هذه الجماعة التي يفترض أن يعني تجاوزت النازية وتجاوزت الفاشية وكل الأفكار الخرافية وتريد استعباد الناس والعودة إلى ما قبل عصور الظلام. نعم، إذن أستاذ يحيى، يعني الآن هناك مؤشرات لمفاوضات قادمة في جنيف. المجتمع الدولي كيف يمكن أن يضع مثل هذه السلوكيات، أو كيف يمكن أن توضع أمامهم مثل هذه السلوكيات من قبل الحكومة الشرعية حتى يتضح مع من هو مطلوب منه أن يتحاور؟ نأمل أن تكون هذه اللغة وهذه التصرفات المفضوحة يتمكن إخواننا الذين ستنتدبهم الحكومة الشرعية إلى مفاوضات جنيف من صوغها والتعبير عنها ورسمها في خطاب يفهمه العالم، ليشرحوا للعالم سواء من خلال المبعوث الأممي أو الهيئة الأممية
أو يعني أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يشرحوا لهم باللغة التي يفهمونها ماذا تعني هذه الجماعة وما ولماذا انقلبوا من 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 يعني تقرير حقوق الإنسان الأخير مجلس حقوق الإنسان يقول أنهم انقلبوا من أن الحوثيين انقلبوا من أجل مخرجات الحوار الوطني ومن أجل خلافات سياسية، بينما هم انقلبوا في الحقيقة وكما اتضح من هذه الفيديوهات من أجل تكريس أرخص وأقذر أفكار العبودية التي تجاوزها العالم. وبالتالي على الإخوة المفاوضين أو ممثلي الجمهورية اليمنية وممثلي الشعب اليمني أن يقنعوا العالم وأن يستغلوا تواجدهم في أي جولة مفاوضات سواء في جنيف أو غيرها لإدانة هذا السخف من خلال الذي يطفح بشكل لا لبس فيه، لأنهم في الحقيقة يعملون من خلال أجندات دولية ومن خلال منظمات ناعمة وأدوات ومطابخ حقوقية زائفة وكاذبة لتسويق أنفسهم كجماعة مظلومة وكطرف سياسي، بينما تمثلهم هذه التصرفات وهذه الأفكار التي وصلت حتى إعلانها في قاعات جامعات التعليم العام الذي تعرف العالم على نبذها لهذه الأفكار الخرافية. نعم، برأيك أستاذ يحيى ما هي حدود هذا المشروع؟ لم أسمع. ما هي حدود مشروع الحوثيين؟ يعني حتى الآن نجد أنهم في كل مرة يتلون هذا المشروع، يتوسع، تختلف مفرداته. في الحقيقة هي هو مشروع إمامة، مشروع استعباد، مشروع سلطة. ربما يتوهم الناس أنهم قد وصلوا إلى النهاية، لكن لا، لن يصلوا إلى النهاية إلا وقد أفنوا شعبنا وحولوهم إلى عبيد. ما يحصل اليوم من تدمير مؤسسة التعليم هو لكي يقود اليمنيين إلى الحروب. يعني الجهل والبطالة هي الوقود الأساسي لحروبهم، وبالتالي تدمير مؤسسات التعليم ليس من عبث، إنما يعملون على المدى الطويل. الفترة التي أعجبت التي شهدت اليمن آخر فترات الإمامة منذ اتفاقية دعان إلى سبتمبر، طمس الإمام يحيى حميد الدين والإمام أحمد كل مؤسسات التعليم التي كانت موجودة سواء من آثار الدولة الطاهرية أو من آثار الدولة الرسولية أو من آثار العثمانيين، كلها دمروها ومسحوا يعني كل مقدرات شعبنا وكل آثاره وكل ما يرمز إلى فترات ازدهاره وحضارته، دمروها حتى أوجدوا جيلا مسخا لا يكاد يجيد إلا الزامل في طاعة مولاه الإمام. وبالتالي جماعة الحوثي ليست إلا واحدة من هذه الجماعات، وأحقر يعني وتبيت للشعب اليمني أسوأ من ذلك. في خلال 5 سنوات تكشف الكثير من زيفهم وتبدى اليمنيين الكثير من بشاعتهم ومن صورتهم الحقيقية التي كنا منذ قبل 5 سنوات ومنذ بداية حروب صعدة ومنذ انتفاشتهم بتحالفهم مع القوى السياسية سواء المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك وتمسكنهم من خلالها ومن خلال مناكفات القوى السياسية أثناء حروب صعدة وغيرها، ومن خلال أيضا تسليم بعض دوائر القرار يعني الاختراق المبكر منذ 5 نوفمبر 67 ومنذ 22 مايو 90 ومنذ 97 ومنذ انتهاء حرب 94 شكلوا موجات تخترق الدولة. وفي 2011 وفي 2014 ومع توقيع التحالف السياسي مع صالح، كل هذه المحطات أوصلتهم إلى الصورة الحقيقية التي لا لبس فيها والتي على اليمنيين اليوم أن يراجعوا أنفسهم فيها، وقد دفعوا ثمنها وتأكدوا من حقيقتها. كل اليمنيين وكل القوى السياسية اليمنية ذاقت اليوم بشاعة الحوثي، ولم يعد هناك إلا أفراد من الموظفين أو التجار الذين خائفين على مصالحهم وعلى رؤوس أموالهم. لا بد على القوى السياسية وعلى القوى الاجتماعية وعلى المكونات الوطنية والفكرية أن توحد صفوفها اليوم، فالجميع قد ناله الأذى، ولا لا لا حد لجماعة الحوثي إلا أن تفني شعبنا، ولا يمكن أن تتوقف عن عبثها وغيها هذا إلا بأن يقتلعها اليمنيون من جذورها إلى بد بصورة أكثر احترافا ودقة من 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 ثورة اليمنيين الخالدة ومن معجزتهم البليغة التي ربما كانت معجزة الألف عام، معجزة سبتمبر الخالدة 1962 التي قال عنها المشير البطل عبد الله السلال رحمة الله عليه أنها قفزة ألف عام في يوم واحد. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ يحيى أن ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي، أهلا بك وبضيفك.
أهلا بك أستاذ عبد الهادي، برأيك ما هو تأثير ومخاطر فكر الولاية على مستقبل التعايش الديمقراطي والسلم المجتمعي؟ أعتقد أن هذه المسألة ضد مع ما تطرحينه، فالولاية استحقاق مطلق وبيعة مطلقة لا تنسجم لا مع الديمقراطية ولا مع مبدأ التعايش. مسألة هشمت، هؤلاء يدعون أن هذا حقا إلهي، بل إن البعض من هذه الفئات التي ترى أن الإمامة جزءا من الدين تشترطان لا يكترن إسلام المرأة ما لم يكن له إمام، وهم من يحددون هذا الإمام. هؤلاء يتكلمون عن استحقاق محدود في جماعة سلالية، هذه تتعارض مع الفطرة الإنسانية، مع حقوق الإنسان، مع الأنظمة الحديثة جملة وتفصيلا. نعم، إذن هل سيتقبل اليمنيون هذه الفكرة وهو الشعب الذي خرج مطالبا بحقوق المساواة والعدالة الاجتماعية؟ أعتقد في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي الناس أشبه بمناطق سيطرة النازيين، الناس في هذه المناطق هم داخل معتقل كبير، مرهبون مرعبون، هناك جهاز كامل مستخدم لتكميم الأفواه وللمتابعة واتخاذ عقوبات فردية وجماعية. هذه المناطق تحت أحكام خاصة بهذه الجماعة، وبالتالي الناس لم يتقبلوا هذه المسألة متى ما كان هناك متسع من الحرية. أما في ظل هذه المناطق فالناس مكرهون تماما على تقبل هذا الوضع تحت هيمنة هذه الميليشيات التي لا أحد يستطيع حتى أن يتخاطب معها. تقارير الخبراء في الأمم المتحدة وأغلب المنظمات الإنسانية كأنما وجدت لتكون مساعدا أساسيا لهؤلاء. هناك تواطؤا إقليمي دولي مع هذه الجماعة في فرض هيمنتها، فهي الآن تمارس إعادة تدين للمجتمع ولتفرض عليه أجنداتها التي تريدها فيما يخص مسألة الولاية ومسألة المقاومة. لا أعتقد أن هذه المناطق قد تمتلك إمكانية للمقاومة لا العسكرية ولا السلمية أيضا في ظل حالة الهيمنة وحالة انتشار جهاز الأمن الوقائي الذي يتبع هذه الميليشيات وبقية الأجهزة. تم تسليط كل سفهاء المجتمع فوق الناس بطريقة بشعة في كل المناطق، يتعرضون للسلب والنهب، هناك عمليات مرعبة تجري داخل هذه المناطق. ومع الأسف الشديد حتى المنظمات الدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لا تعتمد على تقييم ورصد لجزء من هذه المنظمات التابعة للجهاز الوقائي الجهاز الأمن الوقائي الحوثي. نعم، إذا لو تابعنا المناسبات الحوثية خلال عام واحد، يعني هناك مناسبات كثيرة جدا، الغدير، الولاية، شعار الصرخة وما إلى ذلك، مناسبات يتم توظيفها سياسيا وعنوانها خطاب يحاول إصباغ الصراع الدائر صبغة طائفية، ما مخاطر ذلك برأيك؟ أعتقد أن هذه المسألة خطيرة جدا. الحوثيين منذ بدايتهم يسيطرون على خطوط السلك والحركة، ونحن نعرف في الجيوستراتيجي ما معنى السيطرة على خطوط المواصلات وعلى مسألة البنى التحتية المرتبطة بها، أي إكراه الناس ووضعهم تحت الرقابة أي المراقبة لتحركاتهم وتنقلاتهم بشكل عام. هذه المسألة تفرض نفسها. الأخطر من ذلك أن الحوثيين ينتهجون منهج لا يختلف عما كانت تنتهجه جماعة القوم اليابانيين أو ما يعرف بالميجي في تلك الفترة. هم الآن يسيطرون على التعليم، على المدارس، يقومون بتجنيد أطفال، تكرر الصرخة بدلا من النشيد الوطني في المدارس. وهذه المسألة انتقلت من قاعدة بالتدريج تواطأ الجميع معها إلى أن انتقلت الآن على كافة المحافظات التي يسيطرون عليها. يتم إلقاء أو يتم أسر أعداد كبيرة من الأطفال الذين زد بهم في المعارك. هؤلاء جرى تأهيلهم داخل المدارس، جرى إغراؤهم، يجري لعب دور محدد دائما. الجماعات المتطرفة تركز على استقطاب
افراد وابتداء من سن صغير من الاطفال الى ما سن 25 سنه. هذا السن سن مغامر مجموعه تبحث عن مكان عن دور تتقمص شخصيات، وبالتالي هم يسعون الى خلق فرز وجيل طائفي وهو الاخطر من كافة المناسبات التي تجري. عادة ما تجري كل احتفالاتهم ويكون رمزها أطفال، في حين في الأنظمة الديمقراطية يمنع استخدام أي أشخاص أقل أعمارهم عن 18 سنة باعتبار ذلك جريمة. ومع الأسف الشديد هناك تواطؤ دولي من المنظمات برفع شكاوى ورفع التقارير إلى هيئة الأمم المتحدة، ومع ذلك لا يحرك كأن من حق هؤلاء أن يمارسوا كل هذا. وبالتالي هذا ما يمكن وصفه أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهذه القوى الدولية التي تتكلم عن حقوق الإنسان فقدت الفلات وبدت منحازة تماما عما يجري. لم يجري في طوال الفترة الإشارة إلى أي من هذه الأعمال، إلى اغتصاب التربية دور العبادة، إلى اغتصابات جماعية للمجتمع، إلى اغتصاب فكري مصادرة الحريات. هنالك يعني ما يقارب 10,000 معتقل، هناك أكثر من لغوة. هذه المسائل كلها تؤدي إلى أن أيضا من لديهم رغبة بالمقاومة في هذه الحالة ينتكسون تماما أن هذه الجماعة صاحبة سلطة مطلقة فعلا كما تدعي. نعم، إذن يعني هناك من يقول أن هذا غزو دخيل على اليمنيين، هل يعني تجد أن اليمنيين قادرون على استيعاب مثل هذا الغزو ويعني توقيفه عند حده حين يستشعرون هذا الخطر؟ هو ليس إلى هذه الدرجة أو إلى هذا التوصيف، لكن أنظمة الأئمة الذين عبر المراحل التاريخية المختلفة استطاعوا أن يدفعوا اليمنيين للقتال مع اليمنيين وإدخال البلد في دوامات الحرب وسطو واستيلاء. تدفع القبائل الشمالية في الجبال العليا باتجاه الساحل الغربي وباتجاه الجنوب وتستبيحها، وهي جزء من إدارة هذه العملية يجري استخدام الفئات الاجتماعية في ظل حرب داخلية تكرس بطريقة أو بأخرى، مما يجعل أن المجتمع يتحول إلى أشبه بالحالة العسكرية. وهذه هي الحالة التي تبقي هذه الجماعات في حالة العقم. هم يستدرجون التاريخ، يحاولون إحياء مطار التاريخية، ويوجدون بحكم حالة الانتشار التي يمارسونها نوعا من التغطية والتبرير لهذا الجزء، ويسقطون أدوارا مختلفة لفئات مهمشة من المجتمع، وبالتالي يدخلونها في حالة صراع فتقمع أي إمكانية للمقاومة. هذه المناطق يجري فيها قتل يومي خارج القانون، يجري اختطاف، يجري تعذيب، يجري التعامل بقسوة مع الفئات المقاومة أيا كانت، حتى المقاومة السلبية التي تنزل في بيوتها حتى يخضع الجميع ويصاب المجتمع بحالة رهاب ويفقد القدرة على إمكانية المقاومة. هذه الحالة حالة دخيلة بشكل عام على اليمنيين. في الفترات السابقة لم تكن السيطرة بهذا الشكل، وباعتبار تخلف وسائل الاتصال والمواصلات والعلاقات الداخلية والهيمنة، اليوم مع وسائل الاتصالات المختلفة نعم يعني هي الكثير من هذه الوسائل ربما توضح الامور بالنسبه لليمنيين. نعم استاذ عبد الهادي، وهم يتحكمون في النفط ويتحكمون في غير عامه المؤسسات، نعم. يستلمون ملايين الاطنان من الاغاثه وبالتالي يوجهونها لاتباعهم، اي انهم يحكمون البلد. وصلت الفكره استاذ عبد الهادي، يبدو انك لا تسمعني جيدا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي عبد الهادي العزازي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة إليك أستاذ يحيى، وفي دقيقة إن تكرمت، في ظل غياب الدولة التي تسند المجتمع أو القانون الذي يحميهم، كيف يمكن للفرد الواعي أن يحصن نفسه وأسرته من هذا الخطر الفكري؟ بالنسبة للإخوة الذين يقبعون أو أهلنا ومواطني شعبنا اليمني الذين يقبعون في المناطق التي ترزح تحت سيطرتهم، تحت سيطرة الجماعة الحوثية، نتمنى منهم أن يبذلوا ما بإمكانهم دون تعريض أنفسهم للخطر، لأننا ندرك أنهم أمام جماعة غاشمة وسفيهة لا تحترم حقوق أحد.
إنما المهمة الأهم والأبرز تقع على الحكومة الشرعية وعلى جيشنا الوطني أن يكون هذا حافزا لهم لتحرير ما تبقى من البلاد، وأن يخلصوا أبناء شعبنا اليمني قبل أن يطالهم هذا المرض، لأن هذا المرض معدي وسيطال الجميع حتى في المناطق المحررة. ما دام هناك شبر في صعدة خارج سلطة الدولة أو في صنعاء أو في عمران أو في غيرها، وما دام بيدهم طلقة رصاص بيد الإمامة، ما دام تمتلك شبرا خارج سلطة الدولة وطلقة رصاص لا تخضع لسلطة الدولة، فستكون كل البلد مهددة من سقطرى إلى المهرة، من سقطرى إلى صعدة، ومن حوف إلى الحديدة، في كل مناطق اليمن شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. لا حل لها إلا أن تنزع الإمام، أن تنزع مخالب الإمام، وأن تقتلعها من بين صفوفنا ومن أفكار من عقول الجيل. وإلا فلا استقرار اليمن ولا حاضر ولا مستقبل كل اليمن إن بقيت الإمامة في شبر منها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب يحيى الثلاية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.